السلام عليكم الاخوان ونهاركم مبروك وتحياتي لكم الخوت اينما كنتم. تبارك الله كما كتشوفوا معنا الخوت اليوم راه ديما الجديد ديما الجديد الخوت ديال الفقيب صالح. هادشي تبارك الله دغري من الخوت راه جاب الواد حاليا الخوت من الفقيب صالح شي حاجه الخوت دوريجين اصليه وديما الجديد معكم وغرم بدري الخوت اصليه الغرم اللي تزاد غرم بدريه مليحه نعاودوكم الهضره بدري واقف اللي تزاد تبارك الله قرن وراس وثوب كلشي كاين وفيها شي فيها شي وحدين الخوت فيها من جميع المواصفات تبارك الله كاين الخوت هنا 50 راس الله يبارك الله يدير الخير تبارك الله اللهم بارك الله يدير الخير راه تاع دوز هاكوك دوزها وحده وحده زيد اخويا زيد تبارك الله حنا حنا نمتعوا المشاهدين فين ما كانوا تبارك الله السلعه تبارك الله والقرن الخوت كي داير تبارك الله تبارك الله شي حاجه اصليه الخوت وشي حاجه دوريجين تبارك الله مليحه مليحه اشمع والله ما عاجبها راسها 120 120 تبارك الله اللهم بارك الله يدير الخير تفعوا من هادشي دوزوا هاكو كريم تما انت كريم تما هاكو باش لا خليهم تما هاكو لا وقف تما طالع صافي الساعه دوز لي بالواحد الله يرضي عليك جمع الغرب تقف معاهم هنا تدوزها بشوي بشوي السعيد هاكو زيد الله يرحم لك الوالدين تبارك الله باش اللي ما شريت نزع عندنا الخوت تبارك الله مرحبا مرحبا بجميع الخوت والمغلم اصلي الخوت دوريجين تبارك الله كنقول لك واحد ينسك في واحد تبارك الله تبارك الله اللهم بارك زيد اخويا السعيد تبارك الله ابو واحد ابو واحد تبارك الله دوزها وحده وحده تبارك الله الله يبارك اللهم بارك الخوت والله يدير الخير دوز قدامك وحده وحده تبارك الله السلعه اصليه والسلعه دوريجين والمليح راك عارف الغنم ديال الفقيب صالح راه شي حاجه طوب الخوت الغنم ديال الفقيب صالح لا يرتع عليه يعني غنم اصليه والناس كتهلا تبارك الله اللهم بارك زيد اخويا زيد تبارك الله أخوة. الله يبارك الله يدير الخير على سبب الخوت والكمال على الله هادشي اللي كنبغي تبارك الله السلعه راه دوريجين الخوت والسلعه راه مليحه اللي بغى الخوت يتصل بيا مرحبا ونقول ليه باش كاينه مرحبا الحيه للوالد راه يلا جا راه ما حاسبينش ليها داكشي اللي كنقولوه هو الرزق الله فهمتيني الاخوان تبارك الله ولكن راه سلعه راه سلعه والحبوب متروك الزيطي متروك القرطيط متروك العوار متروك ما عندناش ديفو الجرام ديال الديفو لا تبارك الله اللهم بارك الله يبارك الله يدير الخير تبارك الله شي حاجه اصيليه سي بدره مليح بدري الحر الوالد ما عدا كيتفنن كيتفنن في المشرى تبارك الله لما كان المليح الا الخوت تبارك الله زيد تبارك الله تبارك الله راه اخويا زيد واحد واحد تبارك الله اللهم بارك واحد كنقول لك واحد اخويا واحد ينسك في واحد السلعه دوريجين والمليح والمليح والقرن قرن واحد صحاب القرن محرباش ولا تبارك الله ها بشويه سفيان ها بشويه تبارك الله تبارك الله خوت هذا راه في جميع المواصفات الاخوان تبارك الله هذا تبارك الله تم الفريق شات الخوت راه كاينين تبارك الله الله يبارك زيد اخويا زيد تبارك الله اللهم يسر الامور الله يدير الخير حنا على سبب الخوت اي سلعه الخوت راه كنحطها في القناه راه كيجيب لها الله مولاها هذا الشيء اللي كان هو هذا فهمتيني السلعه راه كنتخيروا في المشرى وكنشريو المليح النقاق لا ما كانش نقا لا تبارك الله اللهم بارك تبارك الله زيد اخويا زيد السلعه انا الخوت والمليح كلشي يدوز قدامك وحده وحده حبه حبه تبارك الله اللهم بارك الله يسر الامور شدوا السعيد تما تبارك الله طرقوا طرقوا خليه يمشي تبارك الله الله يبارك زيد اخويا دوز هاك وحده وحده دوز الله يرحم الوالدين تبارك الله تبارك الله المليح المليح الخوت وكنقول لك واحد ينسك في واحد السلعه راه دوريجين تبارك الله اللهم بارك زيد تبارك الله السلعه اللي تحمر لك الوجه اخويا مع الكليان تبارك الله لا عندك شي كليان صحاح ملاح هذه هي سلعتهم هي تبارك الله تبارك الله اللهم بارك تبارك الله شد حبس من تما تساعد هذوك تبارك الله ها انت اخويا السلعه كي دايره اخويا تبارك الله خلا دوز تبارك الله الله يبارك تحيات الناس اللي عشاق المليح تبارك الله اللهم يسر امور خلا تسرع خلا تسرع سير 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 خلا تسرع سير اخويا السعيد سير سير وراه ديما المليح الخوت وديما الجديد ديما الجديد حنا راكم عارفين الخوت جاب الله شي متبع عزيز علي المليح راه نبيعوا لي السلعه الله يسر الامور ما كان ما جابش الله راه السوق راكم عارفين هادشي اللي كاين هو هذا حنا راه السلعه ما تبقاش عندنا ما تكملش 24 ساعه والسوق المعلم هادشي اللي كاين هو هذا تبارك الله اللهم بارك والله يدير الخير ولكن راه كان شي عشاق وباغي المليح الخوت راه غير اصليه راه غير دوريجين غير دوريجين الخوت تبارك الله هانا خويا تبارك الله حيد حيد تبارك الله اللهم يسر امور الله يدير الخير 50 راس وكنقول لك دوريجين ديال المليح العشاقه الناس اللي باغا تعشق المليح
راه شي حاجه رخوصه كنقول لكم طوب هادي طوب المليح المليح الغلم اصيليه دوريجين ديال المليح تبارك الله اللي عنده شي كليان ديالو عزازين عليه يديها تسليعات تبارك الله كلها غلم بدريه وكلها غلم اصيليه تبارك الله والقرن وكي كتشوفها كتهبط عندك بشويه طالع بشويه الله يرضي عليك الله يحفظك عرفتي علاش راه كتفرجوا الناس كيقول لك تبارك الله صحيح ايه واش غدير غلم صحيح هذه الفقره صراحه راه مكلينا مع هذا الجلفه ديال الشمندر تبارك الله غلم الناس الحريفيه تبارك الله تبارك الله اللهم بارك والله يدير خير حيت طلق 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 خلينا ندوز مع واحد واحد واللي بغى يجي عندنا مرحبا به كنتي قريبه خويا وبغى تجي مرحبا بك تشوف السلعه وديها في حفظ الله والامان تبارك الله حيدا سعيد تبارك الله اللهم بارك راه واحد ينسك بواحد 50 راس ولكن دوريجين ديال المليح دوريجين ديال المليح واحد ينسك بواحد تبارك الله خلى الدور خلى الدور خلى الدور واحد واحد خلى زيد اخويا زيد زيد تبارك الله اللهم يسر امور والله يدير خير حنا راه على سبب الخوص والكمال على الله تبارك الله راه بنادم كيتكل على الله الله هو اللي كيقلع هو اللي كيعطي هذا الشيء اللي كان هو هذا الخوص وراه سلعه راه كنقول لك سلعه راه سلعه فنانيه الخوص تبارك الله اللهم يسر امور والله يدير خير وتحياتي لخوتنا وحبابنا تبارك الله راه 50 راس الوايد راه يلاه جرى هو في الكراج الاخوان راه كيبان لكم تبارك الله وباش غيقول لي باش طايحه نقول لكم وراكم عارفين الرباح ديالنا راه ضروري منه هادشي اللي كان واه تبارك الله تبارك الله اللهم بارك تبارك الله تبارك الله اللهم يسر امور الله يدير خير تبارك الله سير اخويا السعيد خليت تشي على الحيط تبارك الله الله يبارك اللهم يسر امور الله يدير خير تبارك الله ونطلب الله تيسير سير اخويا السعيد سير خليت تشي خليت تشي خليت تشي تبارك الله السلعه الخوت راه باينه والمليح راه كاين الخوت تبارك الله والثمن راكم عارفين راه فقيم صالح راه الثمن فهمت الاخوان تبارك الله الثمن في المليح هذا الشيء اللي كان واضح نهاركم مبروك وتحياتي لكم الخوت تبارك الله سير اخوت راه واحد ينسك واحد راه اخوان تبارك الله ما نعاودوش الهضره وراه السلعه الخوت راه السلعه مليحه اصليه الصغير كيداير تبارك الله السلعه راه دوريجين السلعه راه دوريجين كنقول لك المليح المليح السلعه اللي تحمر لك الوجه الخوت مع الكليان هذا الشيء اللي كان هو هذا تبارك الله صافي خليك وك هذا السعيد تبارك الله اللي ما شريت تمثل معنا واخا ما تكونش شاري ودو معايا تقول لي باش كاينه نقول خويا مرحبا بك فهمتيني نجاوبك ومرحبا ما كاينش مشكل هيا لاسطوني نعشي شويه عذرونا الشيء اللي كاين هو تبارك الله تبارك الله والمليح المليح المليح كنقول لك المليح السلعه راه طوب الخوص وراه مليحه كل الاول كل الاخر كل الثاني ما كاينش فيها اللي صغير ولا شي حاجه لا والو غرام اصيل يدور يجينا الخوص تبارك الله انا الخوص تبارك الله الله ييسر امور الله يدير الخير تبارك الله حنا راه عسباب والكمال على الله الخوص تبارك الله وتحياتي للناس اللي كيتابعونا وكيدعمونا تحيه كبيره خاصه حنا راه ديما معكم جديد هذا الشيء اللي كان واضح نهار على خوف تعرف الطاسير لابسه الماء تبارك الله الله يبارك امين جسيك تبارك الله اللهم بارك الله يدرك بدريه حره تبارك الله الدوريجين ديال المليح الخوت حيدا حيدا طلال حيدا طلال تبارك الله زيد اخويا يلاه سير سيدي خليها تدخل الله يسر امور الله يدير خير تبارك الله زيد دوز واحد واحد دوز اخويا زيد تبارك الله تبارك الله اللهم يسر امور الله يدير خير تبارك الله صافي زقا سعيد زقا نضرب له واحد التصويره تبارك الله كما تشوفوا الخوت راه شي حاجه راه ما نعاود لكمش واللي في رزقه اللي هو اللي غادي يتسلع عادي هذا الشيء اللي كاين هو هذا وتحياتي لكم الخوت نهاركم مبروك يلا سيدي سعيد دخل خلي تدخل سير السعيد دوز طلال من تما خلي تدخل دوز ها الوالد الخوت راه غيحسب ليها الخوت وغايقول لكم باش يقول لي باش كاينه ونقول لكم الرزاق الله بيناتنا الله فهمت الاخوان راه بيناتنا الله تبارك الله خلي دوز سير سير السعيد شد شويه سير حبس هاك وك زير تبارك الله اللهم يسر الامور انا الخوت ورا المليح 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 اللي تدي ها المليح وساس واحد وقالب واحد وغلم وحده غلم وحده الدوريجين ها الشيء اللي كان وادو تحياتي للناس تحياتي لخوتنا وحبابنا تبارك الله اللهم بارك الله يسر امور جميع الناس
تبارك الله. حي حي صافي. أكيد هو كتير.